قلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. هذه الدروس عن الحبيب وصحبه صحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي بلقائين اثنين فقط، وسأعود بكم إن شاء الله تعالى بعدهما إلى صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، فوالله الذي لا إله غيره لقد ازداد شوقي لأبي بكر رضي الله عنه، وما أحوجنا إلى أن نعود إلى هؤلاء الأطهار الأخيار لنعيش معهم ولنطالع سيرهم ولنتعلم من حياتهم ومن دروسهم ومن سيرتهم العطرة. فما أحوجنا الآن في زمن قلت فيه القدوات إلى هذه المثل العليا والقدوات الصالحة الطيبة، ما أحوجنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله بحبنا لهم إن قصرت أعمالنا أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلت أجيب على هذا السؤال الكبير، ما هي السلفية ومن هم السلفيون، ولازلت أتحدث عن سماتي وصفاتي وخصائصي أهل السنة والجماعة. والسلفيون كما ذكرت هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، إلى غير ذلك مما أصلته في اللقاءات الماضية. تحدثت عن سمة من أهم سمات أهل السنة والجماعة، والسلفيون من هؤلاء، بل ويعتزون بهذا الاسم العلم وبهذا المسمى الكريم. من أهم سماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتحدثت عن هذا في اللقاءين الماضيين. تعالوا بنا الليلة لنعيش مع سمة من أرق سمات أهل السنة والجماعة ومن أخص خصائصهم، ألا وهي أنهم أعلم الناس، وأنا أعي ما أقول، أنهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأتبعهم للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكا وهديا ودلا وسمتا. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك.
لا تحاسبني على الاستثناء، فالاستثناء موجود، والاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. لو أخطأ بعض المنتسبين إلى السنة فلا تحاكموا كل المنتسبين إلى السنة، لو أخطأ بعض المنتسبين إلى السنة فلا تحاكموا كل المنتسبين إلى السنة، لكن أهل السنة والجماعة، ويا له من اسم، لكن أهل السنة والجماعة أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، هم أعلم الناس بذلك، بل هم أصحاب الشأن في هذا المقام، وهم فرسان هذا الميدان. لا أقلل من شأن غيرهم ولا من قدر غيرهم، لكنهم أصحاب الشأن المعلى في هذا الميدان. أهل السنة هم أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، وهم أعظم الناس محبة لله ولرسوله وموالاة لله ولرسوله. حتى لو أخطأ أحدهم فهو لا يخطئ متعمدا الخطأ، ولا يخطئ قاصدا الخطأ، وإنما يخطئ لضعفه البشري، لا يتعمد بخطئه أن يخالف رسول الله أبدا. هيهات هيهات أن يقدم رجل من أهل السنة والجماعة مخالفا بقوله وفعله رسول الله عن قصد وعمد أبدا. اسمع لهذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، هذا الرجل المنصف، يقول: إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، اللهم اجعلنا منهم. إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيح السنة وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، أئمة أهل السنة فقهاء في السنة، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة، وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، أي إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. هل وقفت على هذا الوصف البديع الجامع؟ أولى الناس بهذا الوصف بأنهم أصحاب وأهل الفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل السنة، لأنهم لا يتعصبون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقدون الولاء والبراء إلا على القرآن والسنة والإجماع. ويقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر مجموع الفتاوى، وأنا أكرر هذا القول دائما وأرجو أن يستقر في القلوب والعقول، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول:
فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون البقيل فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون البقيل، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. أحبابي، شرفنا الله بالانتساب لهذا المنهج، لمنهج أهل السنة والجماعة. والله العظيم، والله هذه نعمة، لو ظللنا سجدا لله لنشكره عليها حتى نلقاه ما وفيناه، والله ما وفيناه. غيرك، خلي بالك من اللي حوله ده، غيرك قد يكون أكثر تعبدا منك، أكثر تعبدا منك، وأكثر علما مني ومنك، لكنه من أهل النار، لكنه من أهل النار. تقعد بقى كده على الكرسي عمال تحكم على الناس وتدخلهم الجنة والنار يا مولانا ولا إيه؟ لا، هذا حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فرقة زي فرقة الخوارج، فرقة زي فرقة الخوارج، كالخوارج، أنا وأنت لا وجه للمقارنة بين عبادتنا وعبادتهم. لا 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 لا، لا وجه للمقارنة بين عبادتهم وعبادة الصحابة. أو والله النبي بيقول للصحابة: يحقر أحدكم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. مش ممكن. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يحقر الواحد منهم طاعته وعبادته بالمقارنة إلى طاعة وعبادة هؤلاء الخوارج. ومع ذلك النبي قال إيه؟ قال: هم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. يبقى ده مش حكمي أنا، ما أقدرش، فيش حد يقدر يتألى على الله ويدخل أحد الجنة ويدخل الآخر النار، ولا حتى نقدر نحكم لإنسان بالشهادة ونقول الشهيد فلان على سبيل الجزم والقطع، ما أقدرش، ما حدش يقدر يجزم لأحد بالشهادة. وإنما قل: نرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء، هذا مقام الأدب معه سبحانه وتعالى. إنما أنا أقدر أجزم على صحابي، صحابي في مات في معركة خلف رسول الله وأقول الشهيد فلان، ما أقدرش. وأنتم تعلمون حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، ولا تسع الوقت لذكر الآن. الشاهد أيها الأفاضل أنه صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هؤلاء العباد، في شأن هؤلاء العباد يقول: هم كلاب أهل النار. ليه؟ لأنهم أساءوا الفهم لمراد الله ومراد رسوله أساءوا الفهم لمراد الله ومراد رسوله. شوف أنا ببين لك نعمة إن أنت من أهل السنة والجماعة، دي نعمة كبيرة، ببين لك النعمة التي تفضل الله بها عليه. كون إن ربنا يمن عليك هنا في المنصورة بعلماء ودعاة وطلاب علم من أهل السنة والجماعة، والله العظيم هذه نعمة لو لم تشكر الله عليها أخشى أن نسلبها. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. نعمة عظيمة إنك تجد الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كل الأسبوع في مسجد التوحيد وفي الشرعية ومجمع الإيمان كل أيام الأسبوع دعاة من أهل السنة والجماعة، هذه نعمة عظيمة جدا. اللهم لا تحرمنا منها حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. شوف الخوارج مع العبادة دي كلاب أهل النار، المعتزلة، الروافض. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: وهل أوقع القدرية، يقصد القدرية النفاة ويقصد القدرية الجبرية، ما هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. قدرية النفاة اللي نفوا القدر وقالوا ما فيش قدر، ربنا ما بيعرفش الأشياء إلا بعد ما تقع. قالوا إن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، أي لا علم لله به قبل وقوعه وحدوثه. والقدرية الجبرية اللي احتجوا بالقدر على فعل المعاصي والذنوب. ولما تقرأ الأدلة لهؤلاء حاجة تطير الدماغ، بس ما فيش فهم، ما يقول لك أدلة
ويسوق لك أدلة، بس ما فيش فهم لمراد الله ورسوله عشان تعرف النعمة اللي احنا فيها. فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول: وهل أوقاع القدرية والمرجئة والخوارج، وهل أوقاع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك؟ ما الكل بيقول أنا دليل من القرآن والسنة، وهيستدل بالقرآن والسنة. وأنا ضربت لحضراتكم أمثلة قبل ذلك أن الخوارج احتجوا على كفر علي بن أبي طالب بالقرآن، احتجوا على كفره بالقرآن، بس عملوا زي اللي واحد جالس على القهوة طول النهار صحيح سليم معافى رجل بالغ عاقل مسلم حر إلى غير ذلك، وبعدين تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا فتك يا أخوي مفتي، هذا خذلان وخسران. وبيحتج بالقرآن اهو، والله بيقول لك كده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعمة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، والله يا أخوانا من أجل النعم إن ربنا يمن عليك بعالم من علماء أهل السنة، بمنهج أهل السنة، منهج أهل السنة في الأسماء، الله أكبر، منهج أهل السنة في الصفات، تؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، دي نعمة كبيرة أنت مش واخد بالك منها، والله ما أنت واخد بالك منها. أن تؤمن بالله خالقا رازقا إلها معبودا يستحق أن يعبد وحده، وأن تحقق أركان الإيمان، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خيره وشره، وتؤمن بأركان الإيمان، تؤمن بأركان الإيمان وتؤمن بأركان الإسلام، ده نعم كبيرة جدا، أسأل الله ألا يحرمنا منها وأن يختم لنا ولكم بها، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين تحت لواء سيد النبيين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابن القيم ابن تيمية بيقول: ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله. والله والله ليس لنا متبوع نتعصب له إلا رسول الله. نجل الصحابة وحبهم يملأ قلوبنا، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة وحبهم يملأ قلوبنا، لكننا لا نتعصب لواحد منهم بعينه، إنما نتعصب للحق بدليله حيث دار وحيث كان. وما أجمل قول علي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أهل السنة أعلم الناس بصحيح السنة وسقيمها، تسمع كثيرا من الناس يحتجون بأحاديث لا أصل لها ولا قدم لها ولا ساق، تأتيني بحوث والله طويلة، يبني الأستاذ الفاضل البحث كاملا من أول إلى آخر على حديث في صدر الصفحة، وهو حديث موضوع موضوع وضعيف، ثم يجتهد اجتهادات كبيرة جدا في سوق الأدلة التي تخدم فهمه لمعنى الحديث، مع أن الأصل أنه لا يجوز أبدا أن يطرح هذا الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يتكلم به أصلا. فأهل السنة أعلم الناس بصحيح السنة وسقيمها، أعلم الناس بالحسن بالضعيف، أعلم الناس بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع، هم شهابذة النقاد وصيارفة أفذاذ. انظر إلى البخاري، انظر إلى مسلم، انظر إلى أحمد، إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى ابن ماجه، إلى ابن خزيمة، إلى الحاكم، إلى غيرهم من أئمة السنة الذين صنفوا
وكتبوا هذه الدواوين الضخمة التي فرقت بين صحيح السنة وسقيمها. ثم انظر أن الله عز وجل قد قيض لنا في هذه الآونة وفي هذه الأيام المباركة، قيض لنا من الكبار من الأئمة الأفذاذ من بذلوا جهدا جبارا لا ينكره من يخالفهم قبل محبيهم كالشيخ الألباني ومن قبله العلامة الكبير الذي يسير على درب الحافظ ابن حجر وغيرهم، العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى والعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. انظروا إلى أولئك الأفذاذ. لذلك الأفاضل الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، انظروا إلى هذه الجهود الجبارة، الشيخ محمد عبد الباقي، أئمة استطاعوا بفضل الله أن يقدموا لنا السنة الآن. يستطيع أي طالب علم الآن أن يميز بعد تحقيقات هؤلاء وجهودهم الجبارة، أن يميز بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف وبين الموضوع، وهذه نعمة عظيمة. فأئمة أهل السنة سادة في هذا الميدان، بل هم فرسان هذا الميدان. إذا تكلم أحدهم في باب من أبواب العلم واستدل بحديث فهو يعلم صحة الحديث أو درجة الحديث ومصادر الحديث، ويعلم فهم أهل السنة من السلف لهذا الحديث وتوجيه الحديث. وهذا باب من أعظم فضل الله ونعم الله تبارك وتعالى على أئمة أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم عليها. كذلك أيها الأفاضل، هم أهل معرفة بمعانيها، بمعاني السنة، وهم أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شو الإمام أحمد بيقول إيه رحمه الله تعالى؟ بيقول: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. الله الله على إمام أهل السنة. شوف كلمات قليلة بيقول إيه؟ بيقول: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. هي دي السنة، إنك تتبع، إنك تقول سمعنا وأطعنا، لا تقدم هواك، لأن الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، لأن الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. قال الله عز وجل لنبي كريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اسمع تاني الإمام أحمد: قل وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. دي السنة. أنتوا كذا مولانا بقى، بدي مشكلتكم أنتوا السلفيين، دي مشكلتكم إن أنتوا ما عندكوش عقول، إن أنتوا مش عاوزين أبدا تشغلوا عقولكم، إن أنتوا بس عاوزين تقفوا قدام النص وقفة جامدة. لا، هذا شرف نعتز به، لا نقدم المعقول على المنقول قط، لا يقدم العقل على النقل أبدا، بل هذا نفخر به ونعتز به، لا نقدم العقل على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في السنة، نفخر بذلك الفهم ونعتز به. وهذه السنة. تعال ناقشني يا ترى أي عقل سنقدمه لنفهم به نصوص القرآن والسنة؟ عقلك أم عقلي أم عقل فلان أم عقل الآخر؟ لو ترك الشرع والدين ليحكم عليه أو لتحكم عليه العقول لصار شرع الله ودين الله ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقلك سيرده عقلي،
وما سيرده عقلي سأقبله عقله، ويضيع الدين بدعوى أنه يجب أن نحكم العقل في النقل أو أن نقدم العقل على النقل. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجلدات ضخمة بيّن هذه القضية بيانا شافيا في كتابه الشهير درء تعارض العقل والنقل. ما فيش تعارض بين العقل وبين النقل، بس أنا لا أجعل من العقل طاغوتا ولا أجعل من العقل حاكما على النقل. ما ينفعش أبدا أعرض على حضرتك نصوص قرآنية مدنق ونصوص نبوية صحيحة ثابتة بمقاييس أهل العلم من أئمة أهل السنة الذين يحكمون على الحديث صحة وضعفا. ما ينفعش أعرض على أي عقل في الدنيا هذه النصوص وأقول له احكم لي عليها النصوص صح ولا غلط. ينفع يا جماعة؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع أجعل من نصوص القرآن والسنة ألعوبة لعقول البشر؟ كل عقل له حكمه وله رؤيته وله فهمه وله إدراكه. العقل في العصر الفلاني له تصور، والعقل في العصر اللي ليه له تصور آخر. أنا لو جيت لحضرتك قبل 50 سنة وقلت لك ممكن وانت قاعد معايا في مسجد التوحيد ممكن أدي لك جهاز في إيدك تكلم بيه أخ من إخوانك في أمريكا، تقول الشيخ فوت، الشيخ أكيد ضرب عقله خلاص فقد خلاص. العقل في هذا الوقت ما يستوعبش هذا، العقل في هذا الوقت اللي يستوعب هذا. فلا ينبغي على الإطلاق أن أجعل من العقل حاكما على النقل، لكن فليفهم العقل النقل، فليفهم العقل النقل وليبدع العقل في مجاله بهذا النقل، لكن لا يتطاول العقل على النقل وليجعل من نفسه حاكما على هذا النقل الثابت في القرآن والصحيح في السنة وقول والله أنا عقلي مش قابل النص ده يبقى نرفضه، يبقى نضيع بقى القرآن ونضيع السنة. علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟ بالعليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فقبل فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. تاني، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لا يستقل العقل، كلام تاني غالي أوي ابن القيم، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي. الله، والله ما أقدر يا عم، هات لي أنضف عقل في الدنيا وقول له يا حبيبي اقفل القرآن واقفل السنة وتعالى علمنا نصلي العشاء ازاي، ايه في القرآن وايه في السنة، علمنا اصلي العشاء ازاي، والله ما يعرف. طب تعالى قول لي حج ازاي، والله ما يعرف. هات اي حكم في الدنيا، اي حكم من احكام القرآن والسنة وقول له في القرآن والسنة وعلمني كيف. مش انت صاحب عقل مبدع؟ أنا لا أقلل من قدر عقلك ولا من قدر إبداعي في جانب الدنيا، لكن ما تقدرش بالعقل ده تقول لي دينك هو، تقول لي طريق النجاة هو إطلاقا. ما العقل الأمريكي محلل الخمرة بقانون، أباح زواج الرجل بالرجل، أباح زواج الرجل بالرجل، أباح زواج المرأة بالمرأة في احتفالات رسمية. العقل الروسي شعاره نؤمن بلينين وستالين والملكية العامة ونكفر بالله والدين والملكية الخاصة. العقل الروماني بيدافع عن مصارعة الثيران
العقل الهندي بيدافع عن عبادة البقرة، العقل العربي في الجاهلية بيقتل البنت وهي حية مخافة الفقر والعار. وشوف العقول العفنة اللي بتطرحوا علينا الآن من إفرازات قذرة. واحدة تقول لك حتى التوحيد ظلم المرء، قالوا لها ليه يا دكتورة؟ قالت ده كلمة التوحيد لا إله إلا هو. قالوا طب وإيه مشكلة؟ قالت ليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ أو الله. واحد تاني يقول لك هبوني عيدا، شو بقى الفزلكة والأنزحة يعني، يقول لك كأنه أديب يعني وشاعر، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. والله ما تقدر يعني على نار ولاعة، بس والله نار عود كبريت ما تقدر لك، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. موضوع مش سهل كده، مش سهل كده. واحد تاني يقول لك أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به القرآن، ويقول لك للقرآن أن يحدثنا عما يعرف بأسطورة إبراهيم وأسطورة إسماعيل، لكن ليس من حقه أن يلزمني بتصديق هذه الأسطورة أو ذاك. ما هو دي عقول يا إخواني، ما دي إفرازات. واحد خامس ولا عاشر يقول لك لقد عزمنا، ها عزمت على إيه؟ يقول لك لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. طب خد يعني ما تاخد اروع ما وصل اليه الغربيون، ما فيش حرج. ما تاخد امتع ما وصل اليه الغرب في الجانب العلمي والطب والهندسي والكيميائي والذري والتكنولوجي، على راسي من فوق قل كده لقد عزمنا على ان ناخذ كل ما وصل اليه الغربيون من ابداع في جوانب الحياه ما لم تصطدم مع عقيدتنا واخلاقنا. حلو، كلام جميل، محدش هيخالفك فيه، محدش هيقول لك لا، إنما حتى النجاسات اللي في أمعائهم يعني معناها كل شيء هيقولوه كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى السنة يا أخوانا ما بتخللش من قدر العقل. اسمع بقى أبيات ابن القيم الرائعة بيقول إيه في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. أبيات دي لمن أراد من أولادنا، لأن أنا مختصر الأبيات لأنها أبيات كثيرة جدا، أنا اخترت بس أبيات معبرة منها لمن أراد من أولادنا أن يراجعه. بيقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. يعني أنت حضرتك مبصر وعندك عين بتشوف، وأنا عندي عين بشوف بيها، لكن أسألك بالله وانت في قطك ضل ما بتشوف حاجة؟ فأنت معاك آلة الرؤية بس لازم نور، لابد لك من نور لترى به. هذا النور هو نور القرآن والسنة عشان تشوف به في ظلام الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، مع انك مبصر. الله، ما في ناس عينها مفنجلة قد كده بس عامية، والله ما بشوفه. ده مش حكمي انا، كمان ما بجيبش اي حاجة من كيسي. ألم تقرأ قول ربك ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سلم يا رب، عنده قلب بس ما بيفقهش، عنده عين بس ما بيشوفش، عنده سمع بس ما بيسمعش. ما انت عملت تقول له قال الله قال الرسول، ما فيش فايدة. عمال يشوف الآيات، يا الله ده أنا والله العظيم بقول اللي ما يشوفش الآيات في عصرنا في أيامنا دي يبقى أعمى البصر والبصيرة ومش هيشوف تاني أبدا إلا إذا شاء ربي شيء. والله اللي ما يرى آيات هذا الزمان، ده آيات تخلع القلب. وإن السعيد لمن وعظ بغيره. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق. يبقى انت لازم نور عشان تشوف بيه. النور ده ايه؟ هو نور القرآن والسنة. يا سلام على الآيات اللي سمعناها في صلاة المغرب، آيات تزلزل القلب. والله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
وبعدين يا الله واعلموا آية تخلع القلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اوعى تعرض نفسك للفتن لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك في بيئة الفتن وفي زمان الفتن. ابعد عن الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الدين والتأويلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم يعني قصد اتجه هذا الدين والتأويلا. مش هتقدر توصل أبدا للحق إلا بهذا الدين. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مش هتعرف توصل. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فالسنة ما فيش فيها قياس، ما ينفعش، ما تضربش لها الأمثال، ما تدركش بالعقول والأهواء. السنة اتباع، السنة اتباع وترك الهوى، اتباع آثار رسول الله ظاهرا وباطنا، واتباع كذلك سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ظاهرا وباطنا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وربنا لم يقبض نبينا حتى بين لنا نبينا الدين كله، عشان ما فيش واحد يجي يبتدع ويضيف إلى هذا الدين. لا، الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واستفاضت نصوص القرآن والسنة، وكذلك كثرت أقوال سلف الأمة على وجوب الاتباع ولزوم السنة والتحذير من الابتداع وأهل البدع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ اتبعوا رسول الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شايف السنة اتباع وترك الهوى، شايف نتيجة الابتداع، شايف نتيجة الابتداع أن تصيبه أو أن تصيب المبتدع فتنة. إيه الفتنة دي؟ اسمع ابن كثير بيقول إيه، بيقول في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. كلام لكثير. اللي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر الفتنة. هذه الفتنة إما أن تكون كفرا، وإما أن تكون نفاقا، وإما أن تكون ابتداعا. واحد جاي للإمام مالك بيقول له: يا إمام، إمام دار الهجرة، بيقول له: يا إمام، إنني من أين أحرم؟ من أين أحرم؟
من أين أهل بالحج؟ يسأله في المدينة، فالإمام مالك إمام دار الهجرة، خلي بالك والله. فالإمام مالك قال له تحرم من إيه؟ تحرم من ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة. فالرجل بيقول للإمام إيه؟ بيقول له يا إمام ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أنا مش عاوز أحرم من الميقات، أنا أحرم من المسجد النبوي، مسجد أفضل وأعظم أجرا وأعظم قربة إلى الله. فالإمام رد عليه ردا عجيبا جدا، قال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. الرجل استغرب زينا كده وقال له أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. فين الفتنة؟ ده بدل ما هطلع على ذي الحليفة برا المدينة بأربعة خمسة كيلو، لا لا أحرم من المدينة قبل الميقات كمان. فين الفتنة هنا؟ أي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال أزيدها. اسمع الإمام مالك يقول له إيه؟ بقول له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد هديت إلى عمل لم يوفق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله على الجواب. أي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد وفقت إلى عمل لم يوفق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدعة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البدع وأن يرزقنا وإياكم الاتباع. السنة أدلتها كثيرة جدا في وجوب الاتباع، وهذا مما من الله عز وجل به على السنة والجماعة. كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال في يوم من الأيام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج. فقام رجل وفي بعض الروايات صرحت بأنه الأقرع ابن حابس، قام فقال يا رسول الله أكل عام مرة الحج ده كل سنة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل قال أكل عام مرة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال في الثالثة أكل عام مرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. شايف الاتباع؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه وغيرها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيقول بعد حمد الله والثناء عليه يقول إن أصدق الحديث كتاب الله. النبي اللي يقول كده إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية صحيحة وكل ضلالة في النار. كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات. وكلكم يحفظ حديث العرباض بن سارية
في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلى الله عليه وسلم. ما تقف مع السلف الصالح رضوان الله عليهم لتتعرف على حرصهم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وهديا، قولا وفعلا وهديا ودلا وسمتا في الظاهر والباطن. اسمع مثلا إلى أبي بكر رضي الله عنه من أوائل ما قاله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. انظر إلى قلة الكلمات وعظمتها في آن. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. شايف الاتباع؟ ما فيش بقى إعمال للعقل، لا، ده السنة اتباع وابتعاد عن الهوى. رأى النبي يقبل الحجر الأسود يقبله. علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، وأنا بمشي بأعلى الخف ولا باطن الخف على الأرض؟ بباطن الخف. طب إذا كان القصد أن أنا أطهر المكان اللي بيطأ التراب والأرض، يبقى لما أجي أتيمم وأمسح على الخفين أمسح على باطن الخف الذي أطأ به الأرض والتراب. لا، ده الدين مش كده، ده الدين اتباع، السنة اتباع. النبي مسح على ظاهر الخف وأعلى الخف ولم يمسح على باطنه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله تستحفظها دي، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين مش ناقص عشان تجي انت بشيء زيادة أو شيء جديد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كان عندهم سمع وطاعة. الرسول على المنبر بيقول: اجلسوا وانصتوا. عبد الله بن مسعود لسه داخل برا المسجد، وهو برا سمع النبي بيقول: اجلسوا، جلس وانصت وظل جالسا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: ما اجلسك هنا؟ قال له: ها هنا بلغني صوتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فجلست وانصتوا فانصت. وقد ثبت هذا لغير ابن مسعود ايضا. انظروا الى شده الاتباع. ما فيش يا اخواننا فزلكه ولا اعمال للعقل في نص نبوي صحيح صريح، ما اقدرش. انما انا متبع ولست مبتدع، رضي الله عن قائلها. عبد الله بن عمر يقول: كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه، كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. وفي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم، يا الله، والله تخلي بالكم من الروايه دي، في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن، ان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ده امام من ائمه الاتباع، من ائمه السنه، سبحان الله يا اخي، كان من شده حبه للنبي عليه الصلاه والسلام يركب الناقه ويفضل يلف بها في شوارع المدينه النبويه، يدخل شارع يطلع من شارع يدخل شارع بس. فلما سئل: ماذا تصنع يا عبد الله؟ قال: لعل خفا يقع على خف. لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. الله أكبر. حاله مع الناقة فكيف حاله مع صاحب الناقة عليه الصلاة والسلام؟ عشان تعرف أن ينابيع الحب جفت في قلوبنا كثيرا إلا من رحم الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. عبد الله بن عمر، خلي بالك بقى، الناس المحبة هو عشان الناس يقول لك إيه أصله ده بيحب النبي. طب ما بيحب النبي ده متبع، اللي يحب النبي ده أشد الناس اتباعا له.
سمتا وقولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر سمع رجلا عطس فقال الرجل، رجل محب، بعد ما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كلام حلو كلام جميل، الرجل حمد وزود على الحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله وخلاص. المفروض أو السنة إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، خلاص ده السنة. إنما الرجل قال تم يعني مش هنخسر حاجة، تم نزود الصلاة على النبي، يعني رفاه إيه انتوا حديوا علينا ليه كده يا سنية ويا سلفية، خلاص خلينا نقول والصلاة والسلام على رسول الله. فعبد الله بن عمر بقى إمام الحب وإمام الاتباع جالس جنبه، فسمع الرجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فعبد الله بن عمر قال له ما هكذا علمنا رسول الله، لما تعلمناش كده اهدى اهدى في حاجة يا عبد الله رضي الله عنه. قال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم، بيقول له بقى بل قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسول الله. ما هذا الاتباع يا إخواني؟ أنا أعلم أن بعض الناس لو سمع منا هذا الآن يقول لك شايفين أصحاب العقول الضيقة، هي فيها حاجة لما زود الصلاة على النبي؟ هي فيها حاجة؟ ما هي دي السنة، ما أنا بقول لك السنة لا تدرك بالعقول، إنما هي اتباع وترك للهوى. كلام نفيس ودقيق ومختصر وبليغ. السنة يعني اتباع وترك للهوى، ما يبقاش عندي هوى. طب أنا هقول لك، أنت محب وأنا موافق على هذا، وإن شاء الله لا أقلل من قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أسألك بالله، هل بهذا الحب يجوز أن تتعبد الآن لله في صلاة العشاء فتجعل صلاة العشاء 6 ركعات؟ ليه؟ ما تزود كمان ركعتين، ما تزود 2، على إيه اللي فيها يعني؟ إيه اللي فيها يا أخي؟ بدل ما يبقى 4 يبقى 6، ده راجل كريم أهو وراجل بتتفضل أهو، لا تبقى الصلاة باطلة باطلة لا تصح منك. ليه؟ لأنك خالفت رسول الله. مش هتلاقي آية في القرآن كله بتقول العشاء 4 ركعات أبدا، إنما اللي قال لك كده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من شروط صحة العبادة أن تكون مخلصا لله متبعا لرسول الله، فإن العمل في شكله عظيم وفي ظاهره جليل، لكن ما هوش على السنة. ليس على السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك يا الله، شوف سيدنا حذيفة بن اليمان بقى أمين السر النبوي، أمين السر النبوي رضي الله عنه، حذيفة بيقول إيه؟ كلام يكتب بالذهب، والله بأغلى من الذهب، يقول كل عبادة، الله الله الله، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، أو فلا تعبدوا الله بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. أنت حضرتك لما تأتي بجديد صلى الله عليه وسلم كأنك تتهم رسول الله بأنه نقص وقصر في أداء الرسالة وبلغ الأمانة. ولذلك سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، اللي عارف نفسه على معصية بيتوب منها، لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع يتصور أنه على الحق ويتصور أنه على السنة ويتصور أنه على الخير، ولذلك لو ذكرته ربما لا يقبل منك إلا إذا بينت له الحق بدليله بضوابط النصح التي بيناها قبل ذلك.
إنما صاحب المعاصي منكسر وعارف أنه على معصية وعلى تقصير، وإن ذكر بالله تذكر وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد غالي أوي والله، غالي جدا رحمه الله. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فكل بدعة ضلالة. أقول تاني كلام الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فكل بدعة ضلالة. وقال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. كلمة خطيرة، من استحسن فقد شرع. اللي يستحسن شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع من دون الله ورسوله. ومن روائع ما قاله الإمام مالك رحمه الله، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول مالك: فمن لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فمن لم يكن يومئذ، يعني في عهد الصحابة، دينا لا يكون اليوم دينا. فأهل السنة أيها الأحبة أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحب يترجم عندهم باتباع للقول والفعل والهدي في الظاهر والباطن. فأهل السنة والجماعة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من سنتهم ومن أصولهم، أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على سنته القولية والفعلية والتقريرية، وهم أكثر الناس فهماً لمعانيها ومعرفة بصحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها، فهم الجهابذة والصيارفة النقاد الذين يقفون على الحديث فيعرفون صحته من ضعفه. وكذلك من أهم أصولهم ومن أهم معالم منهجهم أنهم يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا منهم لرسول الله. فأهل السنة أيها الأفاضل يجلون الصحابة، فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. فأهل السنة يتقربون إلى الله بإجلالهم وحبهم والاقتداء بهم، ويمسكون عما شجر بينهم ولا يقدحون فيهم، ويؤمنون بكل ما ثبت في القرآن والسنة مما جاء في حقهم رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاشترط الله الإحسان للاتباع لمن اتبع هؤلاء، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عز وجل أيضا في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله سماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كان الإمام مالك يستدل بهذه الآية ويقول إيه؟ يقول: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فمن معالم منهجهم الأصيل، قلتني من معالم منهجهم الأصيل أنهم يحبون الصحابة ويقتدون بهم ويتأسون بهم. يقول عبد الله بن مسعود في كلام جميل والأثر في مسند أحمد بسند حسن، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كلام جميل أوي. ويقول تاني مسعود رضي الله عنه: قل إن الله تعالى نظر في قلوب العباد، إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، خير قلوب العباد، أطهر وأنقى وأصفى قلب. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فده اختيار من الله، وربك يخلق ما شاء واختار. يبقى دي سمة يا إخواني من أهم سمات أهل السنة: الاتباع، حب النبي. الحب مش كلمة، احنا بتوع النبي يا جدع، احنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق مش عربية ترمس. ده الحب اتباع بدون هوى. تعرف تبقى ايه بالضبط؟ اسال الله ان يبارك في اعمارنا واعماركم جميعا وان يختم لنا لكم بالايمان. المحب المتبع زي الميت بين يدي مغسله. ما تنساش بقى الوصف ده، الميت بين يدي مغسله له حيله؟ له اي اختيار؟ خلاص قلبوا شمال يمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. المتبع المحب بين يدي رسول الله ملوش خيار أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله المؤمن ما له خيار مع الله ورسوله، لا، محب منقاد مستسلم، ومش مستسلم وهو غير راضي، لا، ده وهو في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله، هو ده المؤمن المحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. واحد قاعد معايا فترة بيقول لنا محب أول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا وياك من الصادقين. وبعدين بدأ الحوار يعني النقاش، أنا أذكره بالله أن المحبة يعني سلوك واتباع. فقلت له: أنت حضرتك حجيت
قال لي يا مولانا طب يعني انت شايف ان انا النهارده في ظل الظروف اللي انت شايفها دي اروح اصرف 100,000 عشان احج؟ الراجل ده هو اللي بيقول لي بيقول لي الحمد لله انا بلعب فتر من 100 مليون بنفس اللفظ كده. وربنا يزيدك ويتم عليك النعمه ورزقنا اكل الحلال الطيب. فجاء الحب بقول له طب حضرتك حجيت؟ انا كنت يقول لي بقى حجيت 5-6 مرات 10 مرات، مش بقول ده فرض يعني بس يؤدي الفريضه. قلت له حجيت؟ قال لي يا مولانا في الظروف دي اروح ادفع الحج مكلف 100,000 واللي بلعب في 100 مليون ولا اروح ادفع 100,000 عشان احج؟ ده حب؟ لا والله، والله من ادعى الحب لله ولرسوله دون أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد فهو كذاب من الكذابين. بل لقد كان السلف يقولون من زعم أنه يحب الله ورسوله ولا يقيم الليل فهو أحد الكذابين، ولا يقيم الليل فهو أحد الكذابين. من ادعى أنه من الصالحين ولا يقيم الليل فهو أحد الكذابين. ولا كان رجل صالح بس ملوش أي قسط في الليل، ده بينام كالبعير، ده كذاب. إن قال لك أنا من الصالحين ده كذاب، لأن النبي قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. الحب اتباع يا أخواننا، الحب اتباع. أسأل الله لا يحرمني وإياكم حب الحبيب واتباع الحبيب. هذه سمة من أهم سمات أهل السنة ختم الله لي ولكم بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والتوفيق والقبول.